استقبلت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتورة رشا راغب وزير الخارجية الرومانية لومينتشيا أوديبيسكو وسفيرة رومانيا لدى القاهرة والوفد المرافق لهما. بحث اللقاء سبل التعاون بين الأكاديمية الوطنية والمؤسسات الرومانية العاملة في مجال القيادة في ضوء تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب. تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالأكاديمية بالإضافة إلى اللقاء مع مندوبات متدربات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات.